بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأتيكم بأخبار مفرحة. الناس اللي عندهم عقود الفلاحية الموسمية في فرنسا، جاني أخبار من عين برجة أن الناس بزاف لم يعطوهم مواعيد، ان كان في اوت كانوا متوقفين شويه على حساب لي فاكونس، على حساب الناس الموظفين كانوا في عطله، والان دخلوا العمل تاعهم وبداو يعطيو مواعيد بكثره. الناس اللي عندهم اللي خرجت لهم اوتو دو ترافاي، يعني باش يمشي فرنسا يخدم، واللي مازال الاخوان اللي مازال ما عندوش رونديفو وخرج لأوتوريتي دو ترافاي، يعني يصيفط اسكاني ايميل ويصيفط لهم العقد العمل وجواز السفر تاعو والبطاقة الوطنية على عبر الايميل. والانسان عودة اللي صيفط لهم ايميل عدة مرات وما جاوبوش، يحاول يتنقل للدار البيضاء، ولا عنده شي واحد من العائلة طالب إذا يتنقل تما باش يعطوه موعد ولا يعطوه استفسارات، لأن في الأيام راهم يجاوبوا كل زمان، راهم يعطوه الناس بزاف مواعيد، وإن شاء الله يكون غير خير. وأنا غاد خبر بغيت نشاركه معكم، وهذا خبر واحد من العائلة مشات تما وعطوه موعد في اسرع، يعني ما طولوش على اسبوع، طولوا موعد على اسبوع. ونتمنوا كاع الناس اللي مازال ما عطوش مواعيد يعطوا موعد ان شاء الله، والله يسهل لكل واحد. ونطلب الله يجيبنا الاخبار المفرحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.